هذا بيت العدالة، هذا بيت المواطنين المصريين الذين ليس لهم حائط صد سوى القضاء. ولذلك أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، نحن التقينا بكذا لأن هذا المشروع الذي نقوم به في عدة وزارات مختلفة، يعني بصعوبة شديدة جدا كنا بنعمل هذه الدورات التدريبية. أنا أشهد للسيد وزير العدل والسادة المستشارين إن إحنا عندما جئنا نلتقي للتحضير لهذه الندوة كانت الاستجابة سريعة جدا وإيجابية جدا في وقت زمني غير مسبوق. الحاجة الثانية إنه أنا في تقديري كحقوقي وك يعني سياسي إلى حد ما أقول إن قضية الفساد هي قضية مصر الأساسية. الفساد إذا إحنا لم نقضي على هذا الفساد المتجذر في الأرض المصرية في هذه الدولة العميقة لا يمكن أبدا أن نتقدم خطوة للأمام. ولذلك أنا بأمل في إن هذه الندوة تكون ندوة إيجابية لطرح رؤانا في مقاومة الفساد والشفافية. مع الوزير اتكلم على عدة قوانين نحن في أشد الاحتياج ليها، اللي هي حرية المعلومات وحماية الشهود، كل الكلام ده أتمنى أن احنا نشوفه في التشريعات القادمة في المجلس النيابي القادم. ولذلك احنا عندنا أمل كبير، أنا طول الوقت أقول أنا متفائل طالما في رجال صادقين وعندهم هذه النية وهناك إرادة سياسية حقيقية. الآن نتمنى أن نراها بشكل أوضح. إذا شفنا هذا المشهد بأبعاده كلها، بأبعاده التشاركية، أنتم شركاء في هذا الوطن، نحن جميعا شركاء في هذا الوطن، وضروري نحس بهذه الشراكة من خلال دوركم المهم جدا. وأنا أعتبر أنه القضاء والموظفين الإداريين في وزارة العدل هم دول عماد العدل في مصر، اللي احنا كلنا طوقين ان احنا محدش ابدا يشتكي من اي حاجة في هذا السبيل. انا بتمنى لكم في الدورة الجديدة ان يكون الاستفادة يعني قوية، وانا بشكر معالي وزير العدل والسادة المستشارين لإتاحة هذه الفرصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بكم في اي وقت وفي اي زمن وفي اي ساعة. ايا منكم يريد أن يلتقي بأحد من أعضاء المجلس أو رئيس المجلس شخصيا أو أي حد في المجلس عنده أي حاجة أو عايز يبلغنا أي حاجة من اللي أنتم بتعانوا منها، أبوابنا مفتوحة تماما في أي وقت وأي ساعة. وأنا أشكركم لاستضافتنا في هذا المكان الجليل، شكرا جزيلا.